السلام عليكم. حبيت اليوم احكي قصة المريضة 31 من كوريا الجنوبية، وضروري كلنا نفهم كيف ممكن شخص واحد ينقل عدوى لمئات بل آلاف الأشخاص. أول حالة إصابة كورونا بكوريا كانت ب20 جانوري، لكن السلطات الكورية كانت جدية وحازمة وصارمة، وحاولوا وقدروا أنه يخلوا الحالات لتحت 30 حالة، لكن في مريضة وحدة وهن عطوها رقم patient رقم 31 سموها super spreader، أو المريضة اللي نقلت العدوى بشكل رهيب. هالمريضة اللي صار معها أنه ب6 فبروري صار معها حادث وفاتت على المستشفى، وبعدين ب8 فبروري صار عندها ألم بالحنجرة، تاني يوم راحت بالمستشفى وحضرت الصلاة بكنيسة لمدة ساعتين، تاني يوم فبروري 10 صار عندها حرارة شديدة، ففبروري 15 الناس بالمستشفى قالوا لها أنه هي لازم تاخد تحت فحص الكورونا ورفضت. فتاني يوم فبروري 16 راحت على الكنيسة مرة تانية، وب17 قبلت تعمل فحص الكورونا، وب18 فبروري كانت نتيجة الفحص إيجابية أنه هي كانت حاملة للكورونا. بعد 10 أيام لاحظوا أنه في هناك 2000 حالة بكوريا، 1300 حالة بنفس المدينة، مدينة دايو اللي هي عايشة فيها. طيب ممكن واحد يسأل لشو كوريا ولشو هالمدينة بالتحديد ولشو هالكنيسة بالتحديد؟ هالكنيسة عندها معتقدات معينة، عندها طريقة صلاة معينة، الصلاة اللي هي بتضل لحوالي ساعتين، بيقعدوا الناس على الأرض، بيركعوا على الأرض، ممنوع يكون في أي شيء حاطينه على الوجه، بيسلموا على بعض، بيصافوا بعض، بيكونوا كثير قراب من بعض مثل علب السردين. فالناس بهالكنيسة عرضة لحتى ينصابوا بالعدوى أكثر من غيرهم، وكمان عندهم عقائد معينة أنه بيعتبروا أنه المرض عقوبة من الشيطان لحتى يحاول يصدهم عن عبادة الرب تبعهم. فلذلك كانت هي المرأة عندها عقيدة معينة، هي عم ترفض تعمل الفحص لحتى ما تنصاب بالمرض، أو حتى ما تعرف أن هي مصابة بالمرض. هالكنيسة عندها عقائد معينة، بيعتبروا أن الواحد لازم يتعلق بالدنيا، سواء عم نحكي عن شغل أو وظيفة أو حتى ما يخاف من المرض. المحصلة أنه بعد ما هي كانت مع إصابة بالمرض، في حوالي 1200 واحد من الناس اللي راحوا معها على الكنيسة أو الناس بدوائرهم انصابوا بهالمرض، وكانت كوريا الجنوبية عم تتجه نحو احتواء هالمرض بشكل كبير، مثل دول تانية مثل اليابان، مثل سنغافورة بهالمنطقة. لكن حالة واحدة، مريضة واحدة، كنيسة واحدة، يعني مجموعة واحدة نقلت المرض لآلاف من الأشخاص. وهلأ السلطات الكورية عم ترفع دعوة على هالكنيسة وتسكرت كليا. ولذلك بدنا نفهم شغلة يا جماعة، لما نحكي بحجر صحي، لما نحكي أنه أنت تلتزم بالبيت، أنت وولادك وأنت وعائلتك، وما تروحوا تشوفوا بعض، ما نكون في عنا زيارات، ما يكون في عندنا روحات على المول أو على الجوامع، لازم نفهم أنه هالشغلة صعبة بس هالشغلة ضرورية. مشان هيك بكرة بدنا نحكي أكثر على شو يعني social isolation، شو يعني العزل الاجتماعي، ولشو لازم أنت تفهم هالشغلة وتطبقها على غيرك، لأنه نحن حالياً أغلب الظن الفيروس تبع هالمرض منتشر بأكثر مدن العالم، وهو مش موجود بمدينتك وبمدينتي. لكن نحن هدفنا أنه نحاول قد ما فينا نخفف من عدد الأشخاص اللي عم يصابوا بالمرض بنفس الوقت، لحتى ما يكون في أوفرلود للمستشفيات ولمراكز العناية الصحية. بحكيكم بعدين، السلام عليكم.